كيفكن ماما؟ اشتقنا لك كثير. وانا كمان اشتقت لكم. تعالوا شوفوا شو جمعت. هذا الك. يسلموا ماما. وانا هذا الك. ما بدي هذا، بدي هداكي. هداك كبير على رجلك، هذا على قدك. لك مو على قدي، حقد رجلي. يي هدول بالحات لمين؟ الكون انا جبت لكم اياهم معي من تدمر، بس ما بتمد ايدك عليهم قبل ما اغسلهم، فهمت؟ خلصوا دروسكم ماما؟ انا خلصت ودرست اخي كمان كل دروسه. برافو عليكم. البابا مو هون. بعرف، لما جيت ما لقيت سيارته قدام الباب. اذا بتحبي تعرف وينه فهو راح على الموعد، ووصاني لك اذا جيتي قبله انه هو ما رح يتاخر. اهلا وسهلا. في امتى ما اجى؟ انا فايت اغير ثيابي واتحمم. ليك ما بتمد ايدك على البلح قبل ما اغسلهم، تمرضوا. طارق خذهم على المطبخ. هدول انا بحملهم عنا. ويا بلا حزغلوا لي يا بلا. لك ايه؟ كون اهلين سهام، اهلين بالحامل والمحمول. يا مرحبا جارتنا ام محمول. اهلين وسهلين. بتسلم عليك يا ماما وبعثت لك هدول تذوقيهم. ليش معذبين حالكم؟ انا عطر ذوقه من الريحه. فوتي سهام. بخاطرك. فوتي تغدي معي. انا تغديت. لك تعالي. لا بخاطرك يلا باي. كيفو امجد واغيان؟ منيح، بوسوا ايدي. يلا باي. مع السلامه. الله بعت لي غدا من غامض علمه بدون ما اتعب فيه. منيح اللي ما قليت البطاطا. اشو عليه؟ بكره بقلي يوم. لك العمى بعيونك العمى، مالك شايف طيني طول الحوره؟ مالك طاسس طيني؟ شو ها؟ هدول بس اللي بعت لي ما بيشبعوا صوص العمى، ما ابخل العمى. تروحي قتل، مالي شايلتك من ارضك. رايحه بدعس عليكي وجايه بدعس عليكي. هذا حلواني لأني خليت جارنا جميل يعطي بنته دروس ببلاش، قصدي مثل البلاش. فكرت بعدت اللي جاجي أو ديك. يلا ماشي حالون. نعمة كريم. يا لطيف، شو بتحب البصل يا جميل؟ ليش كل القهر؟ إذا بتتضايق من ريحته ما باكل. ها ناخد راحتك، إن شاء الله صحتين وهنا. طب نسيت قلت هاي واسطتك رفيقتك هبة، مشي حالها. ابن خالدها رجع مرته وتصالحوا. ايه الحمد لله. مرته بعد ما رجع اجت لعندي تتشكرني. الله يخلينا اياك يا استاذ جميل، ما لنا غيرك يا استاذ جميل. الله يديمك يا استاذ جميل. انا كثير فرحت. اجت تتشكرك لانه بتفهم، وحده غيرها كانت نسيت. هلا هذا رايك؟ طبعا. صحيح ما قلت لي ليش قلعت السكرتيرة الجديدة؟ انت جو على بيت الزقزوقة قالت لي. انا بصراحة قلعتها لانه حلوة زيادة عن اللزوم، وبعدين دلوعة زيادة عن اللزوم، وصغيرة زيادة عن اللزوم. وشو بدك احسن هيك سكرتيرة؟ خفت تلطشني منك. لا تخاف، ما حتلطشك، بعرف شو عندي. مرحبا. انا اهلين ام محمود. اهلين، تفضلي. بس ما تكونوا عم تتغدوا. عم نتغدى. معناتها حماتي بتحبني، جيت بوقتي. اهلا وسهلا، تفضلي. والله جارنا ما بتقوم، كمل اكلك. ولا قلك املي صحن هالشرحه، جايبت لك اكله بتحبها كثير. تفضلي ام محمود اقعدي. يسلم لي الذوق. مع احلام. شايف جميل؟ ام محمود جايبت لك كوسه محشي، الاكله اللي بتحبها. شايف ما لذة؟ الحقيقة هدول الكوسايات المحشيات مو أنا طبختهم، جارتنا أم تحسين بعتت لي إياهم. جيت أنا بدي آكل كوسة محشي. أم تتذكرت جارنا أبو طارق بحب كتير الكوسة المحشي، بتقطعت عن تمي وقلت خديهم لجارنا أبو طارق بينبسط بأكلهم. هم إنه بتغدى معكم أحسن ما أتغدى لحالي. شايف جارتنا أم محمود قطعتهم عن تمي وجابت لك إياهم. تفضلي أم محمود، ليه ما عم تاكلي؟
ليش عذبتي حالك؟ انصبيت لحالي، يسلموا. صحتين وهنا. ايمو الصحن من خلقتي. ليش شبهن جارنا الكوسايات؟ فيهم شي ريحة؟ مثل الفلة، تازة، اليوم ام تحسين طبختهم. لسا امبارح اكلت كوسا، مو جاي على بالي كوسا محشي. مو اساس بتحبه كتير كتير، واذا بتصلها بتاكله كل يوم كل يوم ما بتكرهه؟ بطلت هالعادة. الحمد لله ريحتني، كنت كل ما تقلي احفري كوسا كان يغب على قلبي. يعني هالشي يفرحك؟ طبعا اللي بيريحني بيفرحني. شبو شو صار له؟ شبع. وانا كمان شبعت. وانا كمان شبعت. ايه شو بلاقي؟ ما بقي حدا غيري على الطاوله. عادي كلي ام محمود، لا تشبعي، البيت بيتي، لا تستحي على مهلي، وهي انا قاعده معك. ما في داعي حبيبتي، روحي انت شوفي جوزك. شو انا غريبه؟ صحتين وهنا ام محمود. طرايا هالشرحات مثل الفستق، يحلي لحقتهم قبل ما ياكلوهم. شرحاتي ينعم عليكي ويرحم والدينا ووالديكي ويرعيها. مشوار بدك تطولي؟ لا ليش عم تسألي؟ كنت جاي لعندك. خير في شي؟ اذا في شي ضروري برجع. لا ما في شي ضروري، طالما مطولين ما سبب اجي لعندك. طيب محمود شغلتي بالي. الله لا يشغلك بال على محب الهي يا حق يا كريم. محمود قولي شو بدك. بدي الصحن. انا صحن؟ الصحن اللي جبت لكم فيه كوسه محشي. ايه حقك، دقي على جميل بيعطيك اياه. هلا انا لو الصحن الي ما بطالب فيه، وبعرف رح يرجع لي مليان ومنتلي، بس الصحن مو الي لام تحسين، بدي ارجع لها اياه. مثل ما قلت لك بدقي على جميل بيعطيك اياه. في شي تاني؟ سلام خاطرك. انت وين مشوارك قبل؟ عالسوق. توقعت هالشي. بدي اطلب منك طلب، يعني لو في سؤالي تفضلي. ولا اقول لك ما بدي اعذبك، بشتري انا بكره، بكره بنزل على السوق انا بشتري. تعالي ام محمود قولي لي شو طلباتك، انا بجيب لك اياهم معي من السوق. ما بدي اعذبك يا. على كيفك. ولا اقول لك اشتري لي اياهم بطريقك، بركي انا بكره ما صح لي انزل على السوق. مري جارتنا شو طلباتك؟ يا غاليه انت. انت الغاليه، ما يأمر عليك ظالم، بدي تشتري لي دراعين ثلاثه مطيط، عندي بردايه المطبخ ترى المطيط شيتا. تعرفي برداية بلا مطيط ما بتوقف، ولأنه ما عندي هدول السياخ فست فست يلي دارجين هلا. بس هيك تكرم عينك. ويني قد ما بيطلع حقهم بعطيكي، وما بدي وصيكي وعي حدا يغلبك. سومي هون وسومي هون بعدين اشتري. معلش ام محمود شغلي معنا محرزة، بجيب لك ياهم على حسابي. صحيح اني مو محرزين، بس بدك تاخدي حقهم. اذا ما بدك تاخدي حقهم لا تجيبيهم عيني. خلصنا جارتنا، قلت لك شغله مو محرزه. بدك تسلمي لي يا مزوقه يا كريمه. عم اقول يعني طالما الشغله صايره وصايره اعمليهم خمس تضرق، يلي بزيد بخبي للمره الجايه. ليش انت محمود كل قديش بتغيري المطيط شيت البردايه تبعي؟ يعني كل اربع خمس سنين. اكرم ظرافتك وقطافتك ونظافتك، اعمل لك اياهم بدل الخمسه 10. روحي الهي وسيدي مولاي يهنيكي يا هناء يا مهنيتيني يا بنت الكرم. انت بخاطرك ام محمود. مع السلامه حبابي هالهناء، بحبها كثير انا. بروح جيب الصحن عشان ما ياكلوا علي، مو الي لام تحسين، لو الي ما فارقه. ما لحقت ترجع من السوق. وين خبي الدفتر؟ طبيعي. ايوه شو بني. الله لا يعطيني عافيه، ليش مضطرب انا؟ لو هنا مع مفتاح كانت فتحت وفاتت. لا مو هنا، شو هنا. ايوه
مرحبا قلبي. أهلين. نعم. الله ينعم عليك. رد السلام بالأول بعدين اسأل شو بدي. شو بديك؟ مصر ما تردوا للسلام. المهم جاي أخذ الصحن يلي حطيت لك فيه كوسا محشي. أنا مو هون. طول بالك طول بالك، ليش عم تسكر قوام للباب يا لطيف؟ شو وشك حامل الضيف؟ قلت لك هنا مو هون. بعدين انا ما بعرف وين الصحن محطوط، بس تجي هنا تعي خديه. انا بعرف وين بلاقي. لوين فايته؟ لجوا. لجوا؟ لك ايه لجوا، لك هلا برا. رجعي المسا خدي الصحن، خلص رجعي المسا. شو القصة جارنا؟ انا قصة؟ اول شي طولت لفتحته للباب وهلا ما بدك يعني فوت. مين في عنده؟ شو قصدك؟ مفهومة جارنا، الولد الصغير بيفهمها، عيب عليك. لسه مرتك ما لحقت تطلع من البيت، أوام لحقت. أنت شو عم تخرفي؟ أنا مستحيل ساوي هيك قصة. ما خليني فوت وشوف بعيني. شرفي. لا جارنا، عم بمزح معك شو. إذا رجال البناية كلها والصايح كله، إعملها أنت ما بتعملها. شو عرفيه؟ هناء حكت لي عنك كتير. شو بتحبي هلا؟ تفضلي افتح لك قط النوم، قطة الأولاد، المطبخ، شرفي دوري. لا ما في داعي، ما في داعي. أنا قلت هيك حجة مشان تفوتني أخذ الصحن، بس أنت خزيت العين حولك وحوليك، آدمي كتير وما بينخاف منك، حتى باب الشقة ما سكرته علي وعليك رقابيا مشان الخلوة. شلون بدي شك فيك؟ شلون؟ ها؟ منيح اللي سكرته للباب، احسن ما تفت له شي قطه وتلحس على شي شغله. انا فايتي اخذه للصحن. تفضلي البيت بيتك. لك يسلم البيت واصحابه. شو هالحظ هاد؟ حتى ام محمود ما عم تشك فيي. يا ترى هنا وين بتحطهم للصحون؟ ها ليكو العمى مو موجود. يا حبيبي احنا يكونوا الولاد كاسرينه. نمت في الطعم تاني ام تحسين، ما لقيته انا الصحن. مو على اساس بتعرفي وين تلاقيه. ابو طارق ابو طارق الله يرضى عليك، انشف لي هذا الصحن. خلاص المسا بتجي هنا وبتعطيك اياه، رجعي المسا. لا ما رح ارجع المسا، بدي رجعه لام تحسين. يلا بدور عليه مره ثانيه. شو بدي اسوي؟ بس طمني قبل، الولاد كسروا شي صحن اليوم؟ لا. طمنتني، الله يطمنك. طارق سليم وين بدها تكون حاططه؟ معقول يكون بالبران؟ معقول كل شي جاهز؟ بجوز مستعملته وحاطه في شيء. هذا هو مو اكلينه. شو صار معي؟ لقيتي الصحن؟ عجلي لك شوية قبل ما يجي حدا. لقيته لقيته. شو جرنا؟ ليش ما أكلت الكوسة المحشي؟ بطلت حب الكوسة وخاصة المحشي. لكن رح أخده أنا. الله معك. منيح اللي ما اكلوا هون، انا بتعشى هون. ليش لحتى تقل بالعشاء؟ بخليهم غدا لبكره، بعدين ببقى بودي الصحن لام تحسين. وليش لخليه عندي لبكره؟ هلا بفضيهم بصحن من عندي وبغسل له صحنها وبدي له اياه. دكتور بريني.
وبعدين لك حاجه حرقتوا للجرس، حاجه تدقوا. شو هاد؟ مساء الخير ام محمود. اهلين ام تحسين، شو جايبه معي؟ هدول شويه فاصوليه جايه خرطهم عندك، انت متسلى فيهم. بدي نام، تعبانه انا. ايه لسه بكير على النوم. جايبه سكينتك معي؟ ايه جايبتها، بس اعطيني صيني الله يوفقك. كمان انا مو مشان شي، عندي سكينه بس ما بتقطع، بدها سن يبعت لقتلها شو تلمي. ايه ولا يهمك ام محمود، سكينتي مطابخيه وحده. ما قلتي لي ام تحسين شلون سيهان عم تستفيد من الدروس اللي عم يعطيها اياهم الاستاذ جميل؟ لسه ما اعطاها غير درس واحد بس، بكره بده يعطيها الدرس الثاني. شو بدي اقول، جبتي لي معك اجره الدرس الاولاني؟ لسه بكير على مهل، بس يصيروا شي 4-5 دروس بدفع له اياهم دفعه واحده. لا لا يا ام تحسين انا ما بدين، بقصد هناء ما بدين، بدها اجره كل درس بدرس، وهيك شرطتني من الاول. ايه وعلى شو مستعجله؟ بندفع لها اياهم، مالنا هربانين. شوفي ام تحسين لا تسوي شيء قدامها، اذا ما عجبك شرطه شوفي لك مدرس يعني معلم تاني يصبر عليكم يدينكم. معلم تاني؟ ايه مالنا قدر ندفع على الساعه 300 ليره؟ لكن احمدي ربك وادفعي كل درس بدرسه. خلص بكره بدفع. الي يا. ايه خلص الك. ما قلتي لي ابو تحسين لقى شغل ولا لسه؟ لسه عم يدور، ما عم يلاقي. الشباب هالايامات ما عم يلاقوا شغل، حتى الختائر المتقاعدين يلاقوا. بعين الله. ابو تحسين عم يفكر يفتح دكان تسمانه. دكان تسمانه؟ احسن شيء بتعملوه بهالايام دكان تسمانه. ايه بس ما معنا رسمال. انت بتعرفي البير وغطاء يعني؟ دينوا. ديان؟ مين بده يدينا يا ام محمود؟ ام تحسين دبري حالك، بتلاقي الا ما تلاقي حدا يدينك، بتلاقي مطرمخه انت، بتلاقي الا ما تلاقي. محمد ريقي. عم عزبك ام محمود ما هيك؟ لا بالعكس عم بتسلى، بس انت يا ريتك ما عزبتي حالك ونزلتي الرزات واللحمات واليبرقات، كنت تطلع لعندك لفوق. انا بلف لك اياهم براسي. ايه انا هربانه من فوق من يلي فوق. الله وكيلك يا ام محمود، من بعد ما ابو تحسين طلع تقاعد وكل طبعه تغير وصاير حشر كثير وبيحط منخار بكل كبيره وصغيره، وبده يعرف هاي وينها وهي ليش هيك وليش كترتي رز وليش ما بعرف ليش. قلت لحالي خليني اهرب من وشه وانزل لفون عندك. بدك تتحملي لجوزك؟ يعني مو معقوله كل ما بدك تطبخي تهربي لعند الجيران. انا بستحملك بس غيري ما بيستحملك تفوتي لعنده توسخي له البيت. انا لو مالي وش عليك ما كنت اجيت لك. انا ما عم بحكي عن حالي، عم بحكي عن غيري. ام محمود دقي لي الحشوه كانه ناقصه ملح. ما بدا لسه ما دقتيها. انت جايبه معك الملح ولا نسيتيه مثل ما نسيتي الفلفل؟ هلا ما مشكله الملح، انت دقي لي اياها بجوز ما بدها. لك ما بدا ملح، ما بدا. يا ام تحسين خذيها قاعده وتذكري كلامي، قولي في يوم من الايام قالت لي ام محمود عموما الاكل كل ما كان دلع وطباخه جعيص بيقولوا عنه اشطار. مزبوط قليل، بس بدها شويه ملح. انت لا تقومي ام محمود، خليكي مرتاحه، قولي لي وين علبه الملح وانا بقوم بجيبها. عندك بالخزانه ملح وفلفل. شو بقي من عندها؟ حاجه بيملحوا بعدين، ما بحب الاكل مالح. ام محمود؟ نعم. شلونك انت وجيرانك هناء وجوزها؟ خير. لا ما في شيء، بس كنت بدي اطلب منك بركي بتحكي لي مع الاستاذ جميل يعطي لي سهام كم درس رياضيات تتقوى فيه. حاكم ما لي اقدر على الدروس الخصوصي، والله مكلف الدرس شيء 300-400 ليره. 300-400 ليره. شوفي هو صحيح الاستاذ جميل جليف وشه ما بيضحك للرغيف السخن وما بيحب فعل الخير لحدا، بس انا بحاول اقنعه يعطي لبنتك دروس خصوصيه وياخذ 200 ليره بالساعه بس. 200 ما كثير. قديش بتقدري تدفعي؟ 100 حاجة. ماشي الحال، بس ويني المصاري بتعطيني اياهم الي انا، انا بعطيهم لمرته، مرته ما بتسمح له يعطي دروس خصوصية الا بهذا الشرط. موافقة، ايمتى بتحكي لي معه؟ اليوم بس يجي من الوظيفة. معناها بعد ما تحكي معه بتطلعي لعندي، منه بتردي لي جواب ومنه بتطلعي تتغدي يا برق.